برحب معاكم مرة تانية وسؤال حلقتنا على فيسبوك: ازاي اتعودت انك تصوم وانت صغير؟ وايضا بتعود ولادك ازاي على فضيلة الصوم؟ هل بتجيب لهم هذا الامر بالتدريج؟ بتعودهم بشكل يحبب قلوبهم في الصوم ازاي؟ تفاعلاتكم جميلة ومبهجة على الصبح. توب فان لصفحتنا بسمة جمعة بتقول: ابويا الله يرحمه كان بيسامح في كل شيء الا الصوم والصلاة، كان اب حازم في قراراته وكان في عقاب للي يخالف هذا الكلام. اما امي الله يبارك لها وانا صغيره كانت بتحببني دايما في الصوم والصلاه وعمرها ما سابت فرض، وانا اتعودت على هذا الصوم لغايه يومنا ده. شكرا ليك يا بسمه على الكومنت. ما شاء الله. في كمان استاذ عبد الحكيم فهيم الحيس بيقول: صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، صباح الخير على حضرتك. بيقول: ولادي من سن 7 سنوات اتعلموا الصيام لاني كنت معودهم كل ما يصوموا اكتر كنت بشجعهم اكتر بالحلويات، وحتى افتكر وانا صغير كنت لما افطر كنت ازعل قوي، وبابا الله يرحمه الله يرحمه كان بيقول: ولا يهمك بكره تكبر وتكمل. الاستاذ اسماعيل خلف: صباح الفل على افضل برنامج في التلفزيون المصري، شكرا ليك يا استاذ اسماعيل. تعودت الصوم وانا صغير من خلال ان اللي بيصوم بيكون زي الكبار واللي بيفطر يبقى عيل. ثانيا بعود يوسف ابني على الصوم من خلال ان انا بحببه في هذه العباده اللي بتخلينا نعرف قيمه نعم الطعام والشراب وازاي نحافظ عليه. في محمد ابو روكا بيقول: صباح الخير على مصر كلها، انا ابتديت تعليم الصيام في صغري مع امي بمنهج التعليم والترغيب والمكافاه، وانا ماشي مع اولادي بنفس الاسلوب، ببدا معاهم من صغرهم بالصيام ربع يوم بعدين نص يوم، ولما يتم اليوم كله ليه مكافأة مني غير مكافأة ربنا لي، تقبل الله منا ومنكم صيام الشهر الفضيل. علاء الدين: توب فان على صفحتنا، وأنا صغير أول ما صمت كان المغرب بيأدن الساعة 5 وكان اليوم قصير وكنا في الشتاء فكان الصوم سهل وجميل. أما بنتي فكنت بديها أول يوم صيام جنيه والتاني 2 جنيه والتالت 3 جنيه، وفضلنا كده لغاية لما صامت 30 يوم فكان حافز ليها علشان تصوم. بص يا زعلاء، يعني انت تربويا برضو اسال في الحته دي، قصه ربط الفلوس باي سلوك ايجابي اعتقد ان هي التربويين قالوا ان هي غلط، قالوا برافو شاطر افضل من انك تعمل كده علشان ما تربطش ده بده، واسال برضو. يعني انا برضو دي معلوماتي، يعني في ناس اكتر حلويات مثلا تجيب لهم حاجات كده ممكن، لكن مش فلوس، حلويات ممكن، شوكولاته ممكن، بالظبط كده. في علاء الدين، لا ده متهيألي علاء الدين اللي قريته، في سيف الدين بقى بيقول: صباح الخيرات عليكم، اتعودت وانا صغيره اصوم على مراحل، يوم اصوم لحد الظهر ويوم العصر لحد واحده، وبعد كده واحده واحده اتعودت اصوم اليوم لحد المغرب، وان شاء الله هعلم اولادي ده. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا استاذ سيف. علاء هارون: توب فان برضو على صفحتنا، من وانا سني 7 سنين كنت بصوم، والدي عودني على كده وكان بيخليني اصوم هو والدتي، كان مخلي باله عليا وكان بيمنعني من اني افطر، وكنت لما بطلع بره كانت والدتي تتابع معايا: اوعى تفطر اوعى تفطر، وانا كنت هموت وافطر بس كنت عازم ان انا اكمل الصوم. بجد دي كانت تحدي وكانت حاجه حلوه من وانا صغير من والدي ووالدتي، وعلموني اقرا قران وعلموني حاجات كتير خلال هذا الشهر الكريم. شكرا ليك يا استاذ علاء. يعني واضح انه طرق الصيام تشابهت، يعني في مدارس يعني ايه، بس هي كلها تقريبا فكره انه الصيام يعني تعود عليه واحده واحده ونعود الاولاد عليه واحده واحده بالزبط. في ناس بقى تدي شويه حلويات براح، في ناس يعني حسب كل واحد طريقته. احكوا لنا كده عن ذكرياتكم مع الصيام، قولوا لنا كمان ازاي بتعودوا دلوقتي ولادكم عليه. نروح دلوقتي فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، مستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحاً.